بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم ابنائي وبناتي طلبه وطالبات الصف السادس الابتدائي، وحلقه جديده من مدرسه على الهواء وماده العلوم. النهارده ان شاء الله مكملين مع بعض الدرس الثاني من الوحده الثانيه اللي بيكلمني عن اخطار الكهرباء وكيفيه التعامل معها. كنا ابتدينا المره اللي فاتت وشفنا ايه هي بعض اخطار الكهرباء، شفنا منها نوعين اللي هي حرائق ناتجه عن الكهرباء وشفنا الصدمه الكهربيه. طب نعمل ملخص سريع كده للي خدناه من الجزء اللي فات. بنبتدي من الاول الدرس ان هو بيعرفني على المواد الموصله للكهرباء والمواد العازله. يعني ايه؟ يعني ان المواد من حولنا تنقسم الى مواد موصله للكهرباء وهي التي تسمح بسريان الحراره من خلالها، مثل المعادن زي الحديد والنحاس والألمنيوم. وعندي مواد عازلة للكهرباء اللي هي الخشب، الورق، المطاط، البلاستيك. دي كلها مواد بقول عليها عازلة للكهرباء. طيب يعني ايه برضو؟ يعني مواد لا تسمح بسريان الحرارة من خلالها. طيب وبعد كده عرفنا ان انا عندي السنة دي حاجتين جداد موصلين للكهرباء ما كناش نعرفهم قبل كده، يعني اللي هو جسم الإنسان موصل جيد للكهرباء لأنه بيحتوي على 70% من وزنه مية، وعندي كمان المية الغير نقية موصل جيد للكهرباء. ونبهنا المرة اللي فاتت إن مش المقصود هنا الماء الملوث، مية غير نقية يعني ماء ملوث، لا، ماء مضاف له أملاح معدنية. خلاص، ده معنى كلمة مواد موصلة للكهرباء ومواد عازلة للكهرباء. وكمان حاجة ما اقدرش اقول مواد رديئة التوصيل للكهرباء، رديئة يعني بتوصل لكن بطريقة بكمية قليلة، لكن في الكهرباء يا توصل يا ما توصلش زي ما اتفقنا، يا موصلة يا عازلة. خلاص، يبقى انا عندي مواد جيدة التوصيل للكهرباء او بقول مواد موصلة للكهرباء ومواد عازلة للكهرباء. طيب خدنا كمان اخطار الكهرباء وقلت ان الكهرباء اذا لم نحسن استخدامها تؤدي الى اصابات خطيرة جدا. الاصابات دي بتتقسم نوعين، اصابات مباشرة واصابات غير مباشرة. اصابات غير مباشرة مثل السقوط من على مكان عالي او من على سلم عالي اثناء تصليح جهاز كهربي او تنظيف جهاز كهرباء، يعني ما يكونش الغرض ان انا طالعه للجهاز ده انقع بس ما اكونش لسه قربت للكهرباء خالص، تمام، دي بقول عليها اصابات غير مباشره. الاصابات المباشره بقى دي اللي هناخدها بالتفصيل، اللي كانت ثلاث انواع، ثلاث اصابات مباشره بتنتج عن الكهرباء وكل واحد منهم اخطر من التاني، علشان كده نتعامل بحرص جدا واحنا بنتعامل مع الكهرباء. طيب ايه الخطر؟ اول خطر مباشر اللي هو كانت حرائق ناتجة عن الكهرباء، وشفنا اسبابها اللي هي ترك جهاز يولد حرارة بجوار مادة قابلة للاشتعال، دي رقم واحد، ان انا اترك جهاز بيطلع حرارة زي الكهرباء او المدفأة بجوار مادة قابلة للاشتعال زي ستائر، مفروشات، ملابس وهكذا، ممكن يؤدي الى حرائق ناتجة للكهرباء. زيادة التحميل، يعني ايه زيادة التحميل الكهربي؟ يعني وضع اكثر من جهاز في قابس واحد، يعني في فيشة واحدة، اشغل اكثر من جهاز كهرباء في فيشة واحدة، وزي ما اتفقنا ان الكهرباء المرة في سلك بتبقى مصحوبة بحرارة، زيادة التحميل يعني هيزود سحب في الكهرباء، يعني هيعمل على ارتفاع درجة الحرارة داخل السلك. وطبعا كل الفيش بتاعت الاجهزة دي مادة بلاستيك، يعني مادة قابلة للاشتعال، زيادة التحميل بيؤدي لرفع درجة الحرارة ويسبب حرائق في الفيش مما يؤدي الى حريق ناتج عن الكهرباء. طيب ثالث سبب، عدم نزع فيشه جهاز كهربي بعد استخدامه، ان انا اسيب جهاز كهربي بيولد حراره برضو متصل بالكهرباء بعد استخدامه ما بفصلوش عن التيار الكهربي، ده بيؤدي الى رفع درجه حرارته وممكن الجهاز نفسه يؤدي الى حريق ناتج عن الكهرباء. طيب ده كان اول خطر. تاني خطر معانا او تاني اصابة اللي هي الصدمة الكهربية. يعني ايه صدمة كهربية؟ قلنا لما الانسان بيتكهرب. طيب يعني ايه بقى صدمة كهربية وازاي الانسان بيتكهرب؟ قلنا الصدمة الكهربية هي احد اخطار الناتجة عن الكهرباء نتيجة مرور تيار كهربي شديد في جسم الانسان بما انه مادة جيدة التوصيل للكهرباء، تمام. طيب دي الصدمة الكهربية، طيب نتيجتها ايه بقى؟ قال لي ملامسة احد اجزاء الجسم
ليه؟ سلك كهربي منزوع عنه، طبعا بيمر فيه تيار كهربي، ويكون منزوع عنه الغلاف البلاستيك بتاعه. ان انا امسك سلك كهربا بالمعنى البلدي كده عريان، مش عليه الغطاء البلاستيك بتاعه او عليه الكفر البلاستيك بتاعه، تمام. وطبعا السلك ده لازم يكون بيمر فيه تيار كهربي شديد. الانسان لو لمسه هيمر التيار الكهربي في جسم الانسان، لان جسم الانسان ماده جيده التوصيل للكهرباء، تمام. طيب هنكمل بقى اسباب الصدمه الكهربيه، ومعانا جون من اسكندريه. سلام عليكم يا جون، وعليكم السلام. عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. طبعا انت مداوم على الاتصال بينا، ودي حاجه مبسوطه منها جدا. هي ذاكرت الدرس اللي خدناه المره اللي فاتت؟ اه تمام. وانت بتذاكره بقى كده؟ كان في سؤال لينا؟ لا تمام. طيب نكمل مع بعض. عايز تتسأل؟ طبعا ايه عايز تتسأل. اه طيب انا قلت احد اسباب الصدمه الكهربيه يا جون، وهي ملامسه جزء من جسم الانسان باحد الاسلاك يمر بها تيار كهربي شديد، صح كده؟ اه قول لي صح. سبب، قول لي سبب تاني بقى. ملامسة سلكين يمر سلك يمر بيه تيار كهربي في جسم الإنسان، تمام. وما ده اللي انا قلته. ايه بقى؟ وملامسة سلك يمر بيه تيار كهربي شديد ومعزول عنه المادة العازلة، والطرف منزوعة. الآخر متصل بمادة موصلة متصلة بالأرض. تمام. بس هي بقى منزوعة عنه المادة العازلة، منزوعة عنه يعني متشالة عنه الكفر البلاستيك بتاعه، تمام. ويكون الشخص ده كمان ماسك في ايديه او جسمه ملامس لجسم معدني موصل ومتصل للكهرباء. بالارض، متصل بالارض، تمام. 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 يعني ايه دي؟ يعني يكون حد مثلا زي ما قلت لك المره اللي فاتت، ان يكون حد طالع يصلح المروحه وهو واقف على سلم معدني، لو ايده لمست سلك مكشوف من المروحه وواقف على سلم معدني متصل بالارض، طبعا كل ده هيؤدي الى صدمه كهربيه، تمام؟ تمام. تمام. طيب تقدر تقول لي بقى، تعرف لي الصدمه الكهربيه هي ايه؟ هي إحدى أخطار الكهرباء وتنتج نتيجة مرور تيار كهربي شديد خلال جسم الإنسان، ويكون من جسم الإنسان عضو من الدائرة الكهربائية، وتعتمد على زمن مرور التيار الكهربي في جسم الإنسان وشدة التيار الكهربي. ممتاز ممتاز، ما شاء الله عليك، برافو عليك يا جون، شكلك زي ما قلت. طيب ده يا ولاد زي ما جون كده لخصها لنا، دي الصدمة الكهربية. قلنا كمان بتنتج لما يكون جسم الإنسان ملامس لأحد الأسلاك المر بيها تيار كهربي شديد، وجسمه ملامس لمادة معدنية، والمادة المعدنية دي ملامسة للأرض. وسبب كمان تالت يؤدي إلى حدوث الصدمة الكهربية، عندما يكون جسم الإنسان ملامس لسلك يمر به تيار كهربي شديد، وجسم الإنسان نفسه ملامس للأرض، كل ده بيؤدي إلى الصدمة الكهربية. طيب وزي ما جون قال لنا إن الصدمة الكهربية بتتوقف على حاجتين، هناك عاملان تتوقف عليهم أضرار الصدمة الكهربية. ممكن حد تحصل له صدمة كهربية بس تمر بسلام، لكن حد تاني تحصل له صدمة كهربية لكن تحصل له أضرار شديدة جدا، تمام، ممكن تؤدي للوفاة. ايه بقى الحاجتين اللي بيأثروا على الصدمة الكهربية ويخلوها شديدة او خفيفة؟ قال لي شدة التيار المار بجسم الانسان اثناء الصدمة الكهربية، ها، كلما زادت شدة التيار المار بجسم الانسان كل ما كانت اضرار الصدمة الكهربية شديد. يعني ايه؟ يعني انا لو لمست مثلا سلك في بطارية، هيمر التيار الكهربي في جسمي كل حاجه، بس التيار الكهربي ده شيء بسيط مش هيحصل حاجه. لكن لو لمست بقى سلك من اللي هو اسلاك البيت، لا، ده تيار كهربي شديد جدا هيؤدي الى اضرار بصدمه كهربيه، منها اضرار كبيره جدا. طيب يبقى شده التيار المار في جسم الانسان اثناء الصدمه الكهربيه، كمان حاجه او تاني عامل هو زمن مرور التيار الكهربي في جسم الانسان. زمن مرور التيار الكهربي في جسم الانسان، الزمن كل ما زاد الزمن كل ما كانت شدة الصدمة الكهربية أكبر. يعني إيه؟ يعني لو مر الزمن مثلا ثانية أو جزء من الثانية ممكن تعدي بسلام، لكن لو زادت عن كده ممكن تؤدي إلى إصابات بقى، حروق أو بتاع، لو زادت أكتر هتؤدي إلى الوفاة، تمام. دي كانت الصدمة الكهربية وشفناها، ده كان ملخص سريع كده للي خدناه المرة اللي فاتت. نكمل بقى، كنا وقفنا عند الإصابة الثالثة المباشرة للتيار الكهربي، وهي الحروق الناتجة عن التيار الكهربي.
طيب يبقى احنا خدنا حاجتين نفرق بينهم، خدت حرائق ناتجة عن التيار الكهربي وحروق ناتجة عن التيار الكهربي. ايه الفرق بين الاتنين؟ حرائق يعني حريق هينشب في مواد اساس مثلا، يعني موبيليا، مفروشات، مبنى، ده اسمه حريق. طب حروق؟ لا، الحروق بتبقى اصابات داخل جسم الانسان نفسه، اصابات داخل جسم الانسان نفسه. طيب هنشوف بقى معايا حروق التيار الناتجة عن التيار الكهربي، واسفة طبعا للصور، ها حروق ناتجة عن التيار الكهربي. بصوا الاصابات بقى اللي سواء كانت في الايد او في الرجل هنا بتاعت الانسان، دي حروق ناتجة عن التيار الكهربي. اولا اللي في الايد ده واضح كده ان هو مسك تيار كهربي بيمر فيه، مسك سلك كهربي بيمر فيه تيار كهربي شديد، عملت صدمة كهربية وادت الى الحروق دي. طيب طب والصورة التانية اللي فيها القدم دي شكله كده كان دايس على سلك كهربي بيمر فيه تيار كهربي شديد. طيب تعريف الحروق الناتجة عن التيار الكهربي ايه بقى؟ هي احد اخطار الكهرباء التي تمر وتتلف انسجة جسم الانسان، تدمر وتتلف انسجة جسم الانسان. تاني، هي احد اخطار الكهرباء التي تدمر وتتلف انسجة جسم الانسان، دي الحروق الناتجة عن التيار الكهربي. طيب اسبابها ايه بقى؟ ملامسة احد اجزاء جسم الانسان لمصدر تيار كهربي شديد مباشرة، مما يؤدي لحدوث حروق نتيجة الصدمة الكهربية. طيب دلوقتي ملامسة احد اجزاء جسم الانسان لمصدر لتيار كهربي شديد هيؤدي الى صدمة كهربية، نتيجة الصدمة الكهربية دي بتؤدي الى حروق ناتجة عن التيار الكهربي. خلاص، يبقى الصدمة الكهربية بتؤدي الى حدوث حروق ناتجة عن التيار الكهربي. طيب ده واحد من الاسباب. طيب السبب الثاني، ملامسة احد اجزاء جسم الانسان لنار او شرارة ناتجة عن حدوث حريق كهربي. تمام، تاني، ملامسة احد اجزاء جسم الانسان النار او الشرارة الناتجة عن حدوث حريق كهربي. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني نتجت حريق كهرباء او حريق ناتج عن الكهرباء، ها فجي الانسان يطفيه او جاي ينقذ المكان اللي قامت فيه الحريقة دي، فايده تطولها النار او الشرارة الناتجة عن الكهرباء، فده تحصل له ايه؟ حروق ناتجة عن الكهرباء. طيب تالت حاجة بقى، ملامسة احد اجزاء جسم الانسان لجهاز كهرباء يولد حرارة مثل المكواة او المدفأة الكهربية مباشرة فيولد حروقا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني جسمك يلامس جهاز بيخرج حرارة نتيجة الكهرباء، زي المكوة مثلا، انت اشتغلت بالمكوى وكويت بيها هدومك وظبطت الهدوم وتمام، وسبت الكهرباء المكوى في الكهرباء ما فصلتهاش، سيبنا المكوى شغال، جه حد تاني اعتقد ان المكوى دي مفصوله فلمس المكوى، حصل هنا ايه؟ حصلت له حروق ناتجه عن التيار الكهرباء. يبقى ملامسه احد اجزاء جسم الانسان لجهاز يولد حراره بالكهرباء، ها فينتج عنها حروقا ناتجه عن الكهرباء. خلاص، ده سبب من اسباب حروق الكهرباء. طيب هنا زي ما احنا شايفين كده، لو انا عندي الصورة دي، ها دي حريق هنا نتج عن الكهرباء، اسلاك هي عمل زيادة تحميل وزيادة التحميل نتج عنه حريق ناتج عن الكهرباء، حد جه بقى ينقذ الموضوع ده او حاول يطفي النار دي، فايده حطوا لها النار دي فيتسبب له في حروق، فدي هنقول عليها حروق ناتجة عن التيار الكهربي. طيب ادي طفل هون جه بيلعب في المكوى، والمكوى دي الواضح كده ان هي ما كانتش مفصوله، فلو لمس قاعده المكوى الساخنه هتؤدي الى حروق ناتجه عن التيار الكهربي. تمام. طيب الاسعافات الاوليه بقى، لو حصلت حوادث بسبب التيار الكهربي المفروض نعمل ايه، او ايه هي الاسعافات الاوليه الواجب اتباعها؟ وخلي بالنا السؤال ده ممكن يجيني يقول لي اذكر اثنان من الاسعافات الاوليه الواجب اتباعها عند وقوع حوادث بسبب التيار الكهربي. رقم واحد، يعزل المصاب عن الدائره الكهربيه بدفعه باي شيء عازل للكهرباء كقطعه من الخشب او البلاستيك. طيب، او فصل الكهرباء بسرعه لفتح الدائره. نيجي سنه 6، دلوقتي حد
لا قدر الله حصل له صدمه كهربيه. ننقذه ازاي؟ انا شفت كده حد لمس سلك وحصلت له صدمه كهربيه، انا انقذه ازاي بقى؟ المفروض ان احنا نعمل اسعافات اوليه. تيجي كده حضرتك تروح للشخص اللي حصل له صدمه كهربيه وتحاول ان انت تشده؟ لا، لان انت لو حاولت تلمسه في الحاله دي انت كمان هتحصل لك صدمه كهربيه. احنا اتفقنا ان جسم الانسان موصل جيد للكهرباء. طب اعمل ايه؟ المفروض ان الدايره اللي جسم الشخص ده جزء منها تتفتح، نفتح الدايره علشان نوقف مرور التيار الكهربي. طب افتح الدايره ازاي؟ يا اما افصل الدايره من المفتاح الاساسي بتاعها، مش هلحق ان انا اروح للمفتاح الدايره وحاسه ان هيبقى في خطر على حياه الشخص ده، اجيب ماده خشبيه او ماده بلاستيكيه وادفع الشخص ده بيها، يعني ازقه بيها بعيد عن مصدر الكهرباء اللي بيمر في جسمه. يبقى اول حاجه ابعاد الشخص المصاب بالصدمه الكهربيه عن مصدر التيار الكهربي، تمام؟ وطبعا بماده عازله بخشب او بلاستيك، تمام؟ طيب دي اول حاجه. او ده شخص معانا صوره اهو، ده خلاص ده الشخص ده كان عنده صدمه كهربيه والتاني ايه دفعه بعيد عن المصدر، هيعمل ايه بقى؟ اهو بصوا معاه خشبه وبعده عن مصدر او عن السلك اللي عمل له صدمه كهربيه. طيب نستدعي الطبيب فورا لمكان الحادث، يا اما الطبيب او سياره الاسعاف. طيب الصدمه الكهربيه بتؤدي الى طبعا اثار في اجهزه جسم الانسان، بتاثر على التنفس، تمام؟ طب نعمل ايه بقى؟ اذا كان المصاب مستمرا في التنفس نسهل عليه فتح ملابسه، يعني لو حد مثلا حصل صدمه كهربيه، الصدمه الكهربيه دي بتاثر على اجهزه جسم الانسان من الداخل على القلب وعلى الجهاز التنفسي. فاعمل ايه؟ لو هو لسه بيتنفس اساعده ان هو ياخد اكبر كميه من الهواء وغاز الاكسجين، يعني لو لابس مثلا جرافات افكها له، لابس الحاجه الملابس بتاعته مقفوله الزراير بتاعتها للاخر، نفتح الزراير اللي في الاول، نساعده ايه في مرور الهواء في داخل الجهاز التنفسي. طيب بنقوم بالتدليك عن طريق الضغط على الصدر براحه اليد حتى نحافظ على نبضات القلب، بندي زي صدمات خفيفه كده للقلب، ان انت تضغط على القلب براحة اليد زي ما هو موجودة في الصورة كده، دي بتنشط او بتنبه القلب ان هو يستمر في ايه في ضخ الدم وعمل عمله، يعني عمل الجهاز الايه الدوري. طيب بعض الاحتياطات بقى الواجب مراعاتها عند التعامل مع الكهرباء. طيب قبل ما نشوف الاحتياطات نشوف معانا نهى من اسماعيلية. وسلام عليكم يا نهى. عليكم. ايوه يا نهى، سلام عليكم. عليكم السلام. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه اخبار العلوم معاكي؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب في سؤال لينا يا نهى؟ لا انا عايزه تتسالي. طيب ذاكرتي الكهرباء يا نهى؟ اه. تمام، تقولي لي بقى ايه هي المواد الموصله للكهرباء؟ الحديد والنحاس والالومنيوم. تمام. وايه وانا عايزه امثله لمواد عازله للكهرباء. البلاستيك والخشب والهواء والزجاج. برافو عليكي. طيب قولي لي يا نهى، خدنا المصابيح الكهربيه صح؟ ايه؟ خدنا المصابيح الكهربيه؟ طيب قولي لي بقى يا نهى، تكوين المصباح المتوهج، ثلاث تكوينات اساسيه انا عايزاها. ايه هي تكوين المصباح المتوهج؟ التلات اجزاء الاساسية فيه ايه؟ احنا ما خدناش الحتة دي في لسه هناك، بس احنا خدنا حاجات بسيطة. ما خدتيش المصابيح الكهربية لسه؟ انا عارفة انك قلتي توصية. ايه؟ انا علي صوتك يا نهى مش سامعاكي. انا عارفة اللي انت قلتيه دلوقتي. عارفة اللي انا قلته دلوقتي. طيب قولي لي بقى الاصابات الناتجة عن التيار الكهربي ايه يا نهى؟ الحروق مثل الحروق. طيب الحروق وايه كمان؟ تدين انتجة الجسم بالبلاستيك. طيب بصي يا نهى، ذاكري الدرسين دول وكلميني المره الجايه عشان اسالك فيهم واتاكد ان ذاكرتيهم ولا لا. بنشكر نهى. طيب خلاص يا ولاد، يبقى احنا شفنا كده الاحتياطات، شفنا اخطار الكهرباء،
وشفنا ازاي بنتعامل لو حد حصل له صدمة كهربائية. طيب انا اتعامل بقى مع الكهرباء ازاي بصفة عامة؟ ايه هي الاحتياطات الواجب مراعاتها؟ احنا قلنا ان الكهرباء دي مهمة جدا في حياتنا، ما نقدرش نستغنى عنها، بس بالتالي لها اخطار كبيرة جدا جدا جدا، لازم نكون حذرين قوي واحنا بنتعامل مع الكهرباء. طب ايه بقى الاحتياطات الواجب مراعاتها عند التعامل مع الكهرباء؟ طيب قال لي اول رقم واحد، هنشوف بقى بعض الاحتياطات كده. طيب ناخد التليفون ده عشان من بعيد شوية. معانا نيرة من السعودية، ازيك يا نيرة؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. وصلتي لحد فين في مذاكرة العلوم؟ انا خلصت اخر الكهرباء. ما شاء الله. طيب عندك سؤال لينا بقى وانتي بتذاكري كده من اول المنهج؟ لا انا عايزة اتسأل. عايزة تتسألي. طيب بصي يا نيرة، نسألك في المصابيح علشان اسئلتها دي بتبقى اكيد جاية في الامتحان ان شاء الله. بصي يا نيرة، هيقول لي علل تصنع فتيلة المصباح من مادة التنجستين. لأن درجة انصهاره علي. لأن درجة انصهاره عليا، وإيه كمان؟ لا يشتغل. لا، التنجستين يا نهى يا نيرة أهم حاجة خلي بالك منها لو جالك السؤال ده، هنقول لأنه يتوهج ويشع الضوء والحرارة عند مرور التيار الكهربي فيه، ودي الخاصية الأساسية اللي عشانها استخدموا التنجستين في صناعة المصباح الكهربي. تمام؟ لأن الألومنيوم درجة انصهاره عالية، الحديد درجة انصهاره عالية، النحاس درجة انصهاره عالية، لكن مع ذلك أنا ما بعملش منهم المصباح الكهربي. لكن ليه خصوا التنجستين بالذات؟ لأنه يتوهج ويشع الضوء والحرارة عند مرور التيار الكهربي فيه. تمام؟ تمام. يبقى خلي بالك من إجابة السؤال ده كويس. طيب، سؤال كمان، بيملأ انتفاخ المصباح الكهربي بغاز خامل او غاز الارجون. الاطالة تعمل فتيلة. لا، اطالة تعمل الفتيلة، وايه كمان؟ وحماية الفتيلة من الاحتراق. خلاص، وحماية الفتيلة من الاحتراق. تمام، لانه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، فهيحافظ عليها ان هي ما تتحرقش. يبقى خلي بالك من السؤالين دول كويس جدا يا نيرة. طيب سؤال ثالث واخير عشان ما نطولش عليكي. هنسال نرجع بقى شويه بالمنهج كده شويه عشان خاطر نيرة بس، يعني نقول لك الروافع، اي انواع الروافع توفر الجهد؟ رقم النوع الثاني. ليه؟ علل. لان زراعة القوة اطول من زراعة المقاومة اصغر من القوة. برافو عليكي. تمام. طيب كلمينا تاني يا نيرة، ولو اي سؤال وقف معاكي اتصلي بينا على طول عشان نحله لك قبل الامتحانات بتاعتك. شكرا، نشكر نيرة. طيب يا اولاد، نرجع بقى نكمل معانا، نشوف بقى ايه الاحتياطات الواجب مراعاتها عند التعامل مع الكهرباء. رقم واحد، عدم وضع عدة وصلات في المصدر الكهربي بالحائط، يعني مصدر واحد بس في التيار الكهربي. بصوا الصورة اللي معايا هنا، هي فيشة واحدة بس محطوطة في الحائط عندنا في الحيطة، شغلنا عليها كم جهاز، كم فيشة بقى محطوطة فيها؟ كم جهاز؟ أربعة. طبعا أنا قلت إن ده بيعمل إيه؟ بيعمل زيادة تحميل كهربي. زيادة التحميل الكهربي دي بتؤدي إلى حرائق ناتجة عن الكهرباء. يبقى المنظر اللي احنا شايفينه ده غلط، المفروض ما يتعملش. عدم وضع فيه عدة وصلات في فيشة واحدة بالحائط، ده بيعمل زيادة تحميل كهربي. يعني زيادة تحميل تاني؟ يعني السلك اللي جوه الفيشة دي بيسخن، وكتر ما كل ما احط فيه جهاز عشان اشغله كل ما هيسخن اكتر، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ده هيؤدي الى ايه؟ الى حرائق ناتجة عن الكهرباء. طيب حد هيشوف الحريق ده هيجي علشان ينقذ الموضوع او يشيل الفيش، هو كمان هيصاب، هيبقى هنا عملت خطرين، اللي هي حرائق ناتجه عن التيار الكهربي وحروق ناتجه عن التيار الكهربي. يبقى الشكل اللي احنا شايفينه ده لا يجب اتباعه، ما ينفعش ان انا اشغل اكتر من جهاز في فيشه واحده. طيب ايه كمان؟ عدم ادخال اي جسم معدني في قابس واحد او في فيشه مثل المسامير المعدنيه. نشوف رقم اتنين بعد ما ناخد تليفون مينا من المنيا. سلام عليكم يا مينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل ايه؟ كويس. تمام، عامل ايه في مذاكرة العلوم؟ كويس. طيب في سؤال لينا بقى وانت بتذاكر؟ لا، عايزة اسأل.
عايز تتسأل. طيب هنسأل برضو، انا النهاردة يا ولاد هنشوف تاني المصابيح عشان مش ننساها، اسأل تاني في المصابيح. قول لي بقى يا مينا، عندي كام نوع من المصابيح الكهربية؟ متوهج وفلورسنت. برافو عليك، متوهج وفلورسنت. طيب انا عايزة فرق واحد ما بين المصباح المتوهج والمصباح الفلورسنت. المتوهج يتكون من فتيلة واحدة، الفلورسنت يتكون من فتيلتين. برافو عليك، في المصباح المتوهج بيحتوي على فتيلة واحدة من التنجستين، أما في المصباح الفلورسنت فبيحتوي على فتيلتان من التنجستين. طيب عايزة، طب قولي كمان حاجة كمان، اختلاف تاني. المتوهج عنده قاعدة واحدة بس، الفلورسنت قاعدتين. برافو عليك. طيب الانتفاخ الزجاجي في المصباح المتوهج بيملأ بإيه؟ بغاز الأرجون. بغاز الأرجون الخام. الخام. طيب أنا بقول على مصباح الفلورسنت مصباح نيون صح؟ لا، إجابة خلاص. هي إجابة يبقى لا، احنا لما بنروح نشتري كده اللمبات دي بنقول للراجل اللي بيبيعها لنا احنا عايزين لمبة نيون، ده الاسم الشائع بتاعها. التسمية دي علميا صح ولا غلط؟ غلط. ليه بقى؟ لأن مش عارف، لأن النيون ده هقول لك أنا بقى، شفت سؤال هون، وده سؤال لو ذاكرت الأسئلة كلها كنت هتلاقيه، لأن غاز النيون ده غاز خامل لكن لا يستخدم في صناعة المصابيح الكهربية أو في ملء مصباح الفلورسنت. تمام؟ تمام. يعني هي الناس فاكرة إن هو اسمه مصباح نيون علشان الغاز اللي جواه اسمه غاز النيون، لكن الغاز إيه؟ هو غاز الأرجون. يبقى التسمية دي علميا خاطئة، لأن الغاز النيون لا يملأ به مصباح الفلورسنت. تمام؟ طيب بنشكرك يا مينا، افضل متابعنا واتصل بيا تاني. مع السلامة. طيب نشوف بقى الاحتياطات، نكمل الاحتياطات بتاعتنا. احنا خدنا اول احتياط او حاجة ما نعملهاش علشان نتعامل بطريقة صحيحة مع الكهرباء. نشوف تاني حاجة يجب عدم اتباعها للتعامل الصحيح مع الكهرباء، عدم ادخال اي جسم معدني في قابس مثل المسامير المعدنية. طبعا خلاص احنا قلنا القابس اللي هو الفيشة اهو، شفنا هنا شخص الولد ده ولد صغير اهو بيعمل ايه، وهو بيلعب بيضع المسمار معدني كده في الفيشه اللي في الحيطه. طبعا الكلام ده غلط، لان الماده المعدنيه احنا اتفقنا ان هي ايه، جيده التوصيل للكهرباء. فلو حد وعمل اللي في الصوره ده مسك كده جسم معدني مسمار او سلك او اي حاجه مش بلاستيك يعني او مش خشب ووضعها في الكهرباء بالطريقه دي، هتعمل ايه؟ هتنقل التيار الكهربي من مصدره ليه؟ هتنقل التيار الكهربي من مصدره لليد للجسم المعدني، ومن الجسم المعدني لليد، وتسري التيار الكهربي في جسم الانسان ويؤدي الى صدمه كهربيه، وطبعا خطر كبير جدا. ونكمل مع بعد ما ناخد تليفون الاء من اسكندريه. السلام عليكم يا الاء. وعليكم السلام. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. ذاكرتي العلوم؟ اه. طيب لينا سؤال بقى كده وانت بتذاكري؟ لا عايزه. عايزه تسألي. طيب يا الاء اسالك برضو، قولي لي ما اهميه كل من القاعده المعدنيه في المصباح الكهربي؟ تحمل المصباح قائما وتثبته وتقوم بتوصيل المصباح بالدائره الكهربائيه عن طريق قطعتين معدنيتين. ايوه. للتوصيل اسفل القاعده. برافو عليكي، ممتازه، اجابه نموذجيه ممتازه. طيب اقول لك حاجه كمان، بيوجد كام نقطه توصيل في مصباح الفلورسنت؟ اربعه. متوزعين ازاي؟ على كل طرف اتنين. برافو عليكي، على كل طرف قطعتين توصيل. طيب بتملا انبوبه مصباح الفلورسنت بنقط ونقط. ماشي، تاني اكمل العباره الاتيه، بتملا انبوبه المصباح الفلورسنت بنقط ونقط. بغاز الارجون. ايوه. وايه كمان؟ وقليل من بخار الزئبق. ممتازه، وقليل من بخار الزئبق. ممتازه يا الاء. طيب
الجدار الداخلي للجدار الداخلي لانبوبه المصباح الفلورسنت بتغطى بايه؟ بماده فسفوريه. بماده فسفوريه، ممتازه ممتازه، كل اجاباتك نموذجيه ما شاء الله عليكي. طيب كفايه كده، وكلميني، تفضلي متابعانا وكلميني تاني يا الاء. شكرا. طيب الواحد بجد بيبقى مبسوطه جدا لما بيتصل بينا حد بيبقى متميز كده، ببقى فرحانه بيهم قوي ما شاء الله. اتمنى بقى ان هم يحافظوا على تميزهم كده ما شاء الله عليهم. طيب نكمل بقى احتياطات الكهرباء. ها، عدم ادخال اي جسم معدني، طبعا دي شرحناها كتير. ها، وضع قطع بلاستيكيه في القابس لمنع ادخال اي جسم فيه خاصه من الاطفال. وضع قطع بلاستيكيه في القابس لمنع ادخال اي جسم فيه خاصه من الاطفال. طيب احنا لو شفنا الصوره اللي كانت معانا قبل كده هنلاقي طفل صغير جايب مسمار وبيضعه في الفيشه كده. طيب في قطع بلاستيكيه بتتباع في المحلات الخاصه بادوات الكهرباء، دي بتضع يعني بتبقى بتوضع كده في الكهرباء علشان تمنع وصول الاطفال ليها، بتبقى قطع بلاستيكيه لها زي بنزين كده، قطعتين بلاستيك بيدخلوا مكان الفيشه بيقفلوها. دي لازم تستخدم خاصة في المنازل اللي فيها أطفال صغيرة لعدم عبث الأطفال الصغيرة بالفيش أو بالكهرباء، ما نحطش فيها بنسة ولا مسمار ولا الكلام ده. يبقى استخدام قطع بلاستيكية لغلق القابس منعا لإدخال القطع المعدنية فيه خاصة من الأطفال. طيب احتياط كمان، عدم التعامل مع الأجهزة الكهربية المتصلة بالتيار الكهربي بأيادي مبللة. زي ما احنا شايفين كده، ده شكل كده حد بيتعامل مع الفيشة الكهربية دي وإيده مبلولة، شايفين المية اللي هي اللي واقعة على الأرض بتاعته دي أو كده. إيه اللي حصل هنا؟ عمل هيعمل معاه صدمة كهربية، لأن المية اللي في إيديه هتنزل على القطعة المعدنية بتاعت الفيشة وهيدخلها، فهتؤدي إلى تيار كهربي هيمر في جسمه فهيعمل له مشاكل. يبقى هنا عدم التعامل مع الأجهزة الكهربية المتصلة بالتيار الكهربي بأيادي مبللة بالماء. طيب احتياط كمان، عدم ترك أي جهاز كهربي أو سخان متصل بالتيار الكهربي أثناء الاستحمام. طبعا دي مهمة جدا، إن احنا لو في سخان موجود في البيت إن احنا بنفصل التيار الكهربي عنه بعد استخدامه او بعد ما الميه بتسخن، والشخص ده لو بيستخدم الميه السخنه يعني اثناء الاستحمام المفروض ان هو بيفصل برضو السخان لعدم حدوث اي اخطار من الكهرباء، لان ممكن انت تكون سايب الفيشة السخان دي فتره طويله، واحنا قلنا ان السخان بيولد حراره باستخدام الكهرباء، فيبقى يعمل زياده تحميل على الفيشه نفسها فيؤدي الى حروق للتيار الكهربي. خلاص يبقى ده لازم نزع، مش السخان بس يعني السخان ده اثناء الاستحمام، لكن اي جهاز تاني بيولد حراره بالتيار الكهربي لازم اشيل الفيشه بتاعته بعد استخدامه على طول. طيب ايه كمان؟ عدم العبث بالوصلات الكهربائيه، عدم العبث بالوصلات الكهربائيه. طيب يبقى ازي زي ما احنا شايفين كده طفل صغير الشاحن محطوط في الفيشه وهو جه عمال يعض في السلك او بيلعب بالسلك، طبعا الكلام ده غلط، اسنان الاطفال في السن ده بتبقى حاميه جدا، يعني ممكن تقطع الكفر البلاستيك او الغطاء البلاستيك بتاع السلك ده والسلك المعدني نفسه يوصل لفم الطفل فيؤدي الى صدمه كهربيه. يبقى عدم العبث بالوصلات الكهربيه. طبعا ده طفل صغير مش فاهم حاجه، طب انت كمان ما تقولش لا ده انا خدت كمان، انا خدت الكهرباء وهعمل دايره كهربيه او حامل، وتيجي تشتغل في الدايره الكهربيه مثلا اللي في البيت او تيجي تصلح جهاز او تيجي، لا. يبقى المفروض ناخد حذرنا جدا واحنا بنتعامل مع الكهرباء. حد يجي يقول لك لا انا هصلح الكمبيوتر، او انا لا ده انا خدت حاجه فكره عن الكهرباء انا هصلح الجهاز اللي عطلان عندنا في البيت، تروح موصله بالكهرباء وتبتدي تلعب فيه من جوه، تحصل لك لا قدر الله ايه مشاكل من الكهرباء. طبعا انت بدل شغال بايدك وهو متوصل، يبقى يعني ابسط حاجه هتتعمل صدمه كهربيه. خلاص يبقى عدم العبث بالوصلات الكهربائيه. طيب ايه كمان؟ قبل اصلاح او صيانه او تنظيف اي جهاز كهربي يجب فصل التيار الكهربي عنه. شايفين ده زميلنا هو ان شكل ايدين صغيره، حد في سنكم كده جايب المفك وهيبتدي يصلح التلفزيون بتاعه. طبعا اللي هيعمل كده لازم يكون
فاصل التيار الكهربي عن الجهاز، سواء هيصلحه او يعمل له صيانة او ينظفه. يبقى قبل اصلاح وصيانة او تنظيف اي جهاز كهربي يجب فصل التيار الكهربي عنه. طيب ايه كمان؟ عدم ترك الاسلاك مكشوفة وغير معزولة تماما. طبعا الاسلاك عندنا ساعات كده يروحوا جايين موصلين سلكين ببعض ويبقى شكله زي ما انتم شايفين في الصورة كده وينسبها، طبعا دي كده غلط، لازم يتم عزلها تماما، بيتلف عليها مادة بلاستيكية، ونضمن كمان ان المادة دي بيكون ان اللزق بتاعها او الحاجة اللي هتثبتها على السلك الاصلي جامدة تماما، لان ممكن تتفك وتعمل ايه اضرار كبيرة. يبقى عدم ترك الوصلات الكهربية مكشوفة وغير معزولة تماما، لازم يتم عزلها بالكامل. خلاص. طيب ايه كمان؟ عدم وضع الاسلاك ملقاة على الارض مع منعا لتعثر احد بها عند السير. طب شفتوا بقى احنا هنا في كام مشترك وفي كام فيشه، في اكتر من 10 فيش محطوطين في مشترك او مشتركين. طبعا المشتركات دي مرميه على الارض زي ما احنا شايفين كده، والاسلاك ممتده على الارض. بالشكل ده هيحصل حاجتين يا سنه سته، هيحصل اصابات غير مباشره من التيار الكهربي، هيحصل اصابات غير مباشره من التيار الكهربي. السلك الممتد على الارض ده ممكن حد يتعثر فيه، يعني يتكعبل فيه يوقعه، يبقى هنا هو وقع بسبب ايه؟ ان هو تعثر في سلك كهرباء، يبقى دي اسمها اصابه غير مباشره، دي اسمها اصابه غير مباشره. طيب او حاجه كمان، السلك ده ممكن من كتر ان هو موجود على الارض وان انت عمال تدوس عليه، احتكاك السلك بالارض يزيل الطبقه العازله البلاستيكيه اللي على السلك، فهيعمل ايه؟ هيؤدي لو حد داس عليه هيؤدي الى صدمه كهربيه. يبقى عدم القاء الاسلاك الكهربيه وامتدادها على الارض، طبعا غلط وضعها على الارض، حاجه غير صحيحه وتؤدي الى اخطار الكهرباء. طيب بص بقى، حد يقول ايه؟ طب احنا مش هنحطها على الارض، احنا هنحطها تحت السجاده. خلاص هي مش على الارض، احنا مش هندوس عليها. طب ما هو برده ده غلط. ليه؟ بعدم وضع الاسلاك الكهربيه اسفل السجاد. عدم وضع الاسلاك الكهربيه اسفل السجاد ليه سنه سته؟ لان السجاد ده الظهر بتاعه او الجزء اللي بيتحط على الارض بتبقى ماده خشنه، واحنا خدنا في سنه خمسه ان الاحتكاك بيبقى قوي مع المواد الخشنه، يبقى انت كمان من كتر استعمال السجاده والناس هتمشي عليها او هتستخدمها في البيت، طبعا الناس هتمشي كتير على السجاده، المد الخشن بتاع السجاده، ظهر السجاده الخشن ده من كتر احتكاكه مع السلك البلاستيك اللي موضوع تحته هيزيل الماده البلاستيكيه اللي بتغطي السجاد. خلاص. وهيؤدي الى حاجتين، ان السلك الكهربي طول ما هو شغال هيسخن بمرور التيار الكهربي فيه، والسخونه دي السجاد ماده قابله للاشتعال، فهيؤدي الى حرائق التيار الكهربي. تمام. طيب او حد يدوس عليه ويحصل له برده صدمه كهربيه، يبقى عدم وضع الاسلاك على الارض او تحت السجاده، الاثنين دول ما ينفعش ان احنا نعمله. طيب ابعاد المواد القابله للاشتعال عن الاجهزه التي ينبعث منها حراره. طبعا دي احنا قلنا ابعاد المواد القابله للاشتعال عن الاجهزه التي تنبعث منها حراره، زي المكوه والدفايه، وانتم شايفين المكوه اهي هتحطت على الترابيزه، المكوه بتاعتها، ترابيزه المكوه دي بتبقى مغلفه بماده قابله للاشتعال. طيب المكوه هتفضل كده شغاله وهتسخن، والماده القابله للاشتعال هتبتدي هي كمان ايه؟ تسخن و تزيد درجه حرارتها، فيؤدي الى حريق ناتج عن الكهرباء. تمام. دي كانت الاحتياطات الواجب مراعاتها عند التعامل مع الكهرباء. طيب يبقى احنا كده شفنا اخطار الكهرباء في الاول خالص، كانت بدايه الوحده بتاعتنا كده، يبقى خلصنا كمان الوحده الثانيه. الوحده الثانيه بتاعتنا كانت فيها درسين، المصابيح الكهربائيه واخطار الكهرباء وكيفيه التعامل معها. طيب المصابيح الكهربائيه انا رجعت عليها معاكم دلوقتي من خلال الاسئله اللي انا كنت بسالها لزمايلنا اللي اتصلوا. طب الدرس الثاني انا كده اتقال لي لفظا، يا ميس الدرس ده فيه كلام كتير، الاسئله هتيجي فيه ازاي؟ طيب هو درس احنا خدناه وخدنا فيه معلومات ولازم هيجي منه اسئله في الامتحان. خلاص. طيب اسئلته بقى هتكون شكلها ايه؟ هو الدرس كلام كتير انا معاكم، واسئلته بقى هيبقى شكلها ازاي؟
طيب انا جمعت لكم كده كام سؤال من الاسئله اللي ممكن تيجي على الدرس ده، نشوف السؤال بيجي ازاي ونشوف طريقه الاجابه عليه كمان بتبقى ازاي، بما ان الدرس اللي زميلتي بنتي وتلمذتي اللي قالت لي مسك الدرس فيه كلام كتير. طيب وقبل ما نشوف الـ الاسئله نشوف بقى معانا مرال من القاهره. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبار المذاكره معاكي؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب في سؤال لينا وانت بتذاكري؟ لا انا عايزه اشترك. عايزه تشتركي. طيب انت ذاكرتي الدرس اللي احنا شرحناه؟ تمام. طيب بصي معايا كده على الشاشه وشوفي السؤال ده بيقول لي علل لا تطفأ الحرائق التي تنتج من الكهرباء بالماء. لان الماء ماده غير نقيه وماده موصله للكهرباء، وممكن ان تؤذي الاشخاص المنقذين. برافو عليك يا ميرال، طبعا اجابه سليمه جدا. ودي يعني ميرال كانوا سالوني زمايلك ازاي بيجي الاسئله في الدرس ده، فده احد الاسئله اللي ممكن تيجي في الامتحان، ودي اسئله انا مجمعها لكم من الامتحانات بتاعتكم. نشوف بقى اجابه ميرال. خليكي معايا. نعم. ينفع حضرتك تساليني في الدرس اللي فات؟ حاضر. درس المصابيح. طيب ماشي يا ميرال. احنا كنا سالنا زمايلك، طب اسالك تاني، ايه هما الثلاث تركيبات الاساسيه للمصباح المتوهج؟ الانتفاخ الزجاجي وقاعده المصباح وفتيله المصباح من التنجستين. برافو عليك. طيب اذكر اهميه الانتفاخ الزجاجي في المصباح المتوهج. يجعل الفتيله لا ياتي عليها الهواء الجوي، لان الهواء الجوي يوجد فيه الاكسجين، والاكسجين من ممكن ان يحرق الفتيله الكهربائيه. تمام. يبقى اللي انت قلتيه ده صح جدا يا ميرال، ممتازه، بس اجابه بقى نحاول ننظمها شويه، ولما نيجي نكتبها بطريقه منظمه، ما تتعبش اللي بيصحح لك، يعني يديك الدرجه كده فول مارك وانت وهو مرتاح ان هو بيديك الدرجه. هنقول ايه بقى؟ لمنع وصول الهواء الى الفتيله وحمايتها من الاحتراق. تمام. هقولها لك تاني، لمنع وصول الهواء الجوي الى الفتيله وحمايتها من الاحتراق. ميس حضرتك ينفع تسالي في قوانين الرافع؟ حاضر اسالك في قوانين الرافع. طيب بصي يا ستي، قولي لي بقى قانون الرافع بيقول ايه؟ قوه في زراعه بيساوي مقاومه في زراعه. طيب ايه هو زراع القوه؟ زراع القوه ثاني معاكي بيساوي زراع المقاومه في المقاومه على القوه. لا انا مش بقولك بنحسبه ازاي، انا بقولك يعني عرفيلي يعني ايه زراع القوه، ما معنى زراع القوه، تعريفه ايه؟ مش عارفين. اقولهولك انا بقى ميرال، هي المسافه بين القوه ونقطه الارتكاز. مسكنا حاجه ميرال هي مش مذاكراها، يبقى هو المسافه بين القوة ونقطة الارتكاز. ماشي؟ معايا؟ معاكي. طيب يبقى انت شفتي بقى، انت خدتينا من الدرس اللي بنشرحه لأول درس خالص. طيب نشكرك يا ميرال، ذاكري وحستناكي تتصلي بيا تاني. ماشي؟ ماشي. مع السلامة، شكرا يا ميرال. طيب نشوف بقى، نرجع تاني يا أولاد للدرس بتاعنا، ازاي بيجي فيه أسئلة أو الأسئلة بيبقى شكلها إيه؟ الدرس ده يعني اسئلته على كل انماط الاسئله، يعني يجيني علل، يجيني اكمل، يجيني صح وغلط، يجيني ماذا يحدث اذا، درس لا مليان وماده حلوه جدا للاسئله. شوفوا بقى معايا بعض الاسئله بتاعته كده. علل لا تطفأ الحرائق التي تنتج من الكهرباء بالماء. الاجابه لان الماء جيد التوصيل للكهرباء فيزيد من الحريق ويؤذي المنقذين. يبقى لان الماء جيد التوصيل للكهرباء فيزيد من الحريق ويؤذي المنقذين. طيب سؤال تاني علل برضو، ينبه بعدم ادخال جسم معدني في قابس كهربي. علل ليه بقى؟ ليه بينبهونا دايما ان احنا ما ندخلش جسم معدني في فيشة الكهرباء؟ لان المواد المعدنية موصلة للكهرباء تنتقل من خلالها الكهرباء،
وتنقل من الجسم المعدني إلى جسم الإنسان لأنه موصل جيد للكهرباء. تمام؟ طيب ممكن السؤال اللي أنا سألته ده كمان إجابة مختصرة جدا للي مش حابب بقى الإجابات الطويلة، نقول لنتفادى حدوث الصدمة الكهربية، لأن معنى إن التيار الكهربي يمر في جسم الإنسان يبقى جسم الإنسان هيبقى جزء من الدايرة دي وهيحصل له صدمة كهربية. يبقى من الأول خالص ممكن أقول إيه بقى؟ لتفادي حدوث الصدمة الكهربية نتيجة انتقال التيار الكهربي لجسم الإنسان. خلاص؟ طيب نشوف سؤال كمان علل برضو. لا يجب الإمساك بالمصابيح الكهربية العادية أثناء إضاءتها. لا يجب الإمساك بالمصابيح الكهربية العادية أثناء إضاءتها. ده ربط الدرسين ببعض هنا في السؤال ده. طيب إيه بقى؟ نقول لأن المصابيح الكهربية من الأدوات التي تنتج حرارة بالكهرباء، وعند لمسها ساخنة تؤدي إلى حروق الكهرباء. إحنا عرفنا إن المصباح الكهربي هو إيه؟ هو أداة بتحول التيار الكهربي أو الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية. طيب المصباح ده هو سخن، خلاص حول الكهرباء الحرارة، وطول ما هو شغال هو سخن. طيب اجي نيجي ان احنا نمسك بقى المصباح المتوهج ده بايدينا وهو شغال، هيحصل لنا ايه؟ طبعا هو سخن، فهيحصل حروق ناتجه عن التيار الكهربي. هيحصل حروق ناتجه عن التيار الكهربي. طيب نشوف سؤال كمان علل برضو. يحظر ملامسه احد الاسلاك الكهربائيه المعره وانت ملامس للارض. يحظر ملامسه احد الاسلاك الكهربائيه المعره وانت ملامس للارض. يبقى سلك كهربي متشال من عليه البلاستيك بتاعه بيمر فيه تيار كهربي، ها ليه بقى المفروض؟ طبعا المفروض ولازم ما نلمس السلك ده واحنا ملامسين للارض، لتجنب الصدمه الكهربيه، لتجنب الصدمه الكهربيه. طيب شكل تاني من اشكال الاسئله. اكتب المصطلح العلمي. مواد تسمح بسريان الكهرباء من خلالها. مواد تسمح بسريان الكهرباء من خلالها. المصطلح العلمي بقى هيكون ايه؟ مواد موصلة للكهرباء. مواد موصلة للكهرباء. مواد لا تسمح بسريان الكهرباء من خلالها. ايه بقى المواد دي؟ مواد عازلة للكهرباء. طيب احد اخطار الكهرباء يؤدي الى تدمير وتلف انسجة الجسم. مين بقى الخطر اللي هيؤدي الى تدمير وتلف انسجة الجسم؟ ها حروق الكهرباء. احد اخطار الكهرباء يحدث نتيجة مرور التيار الكهربي الشديد بجسم الانسان. مين بقى اللي احنا عاملين من اول الحلقة نتكلم فيه؟ ها الصدمة الكهربية. خلاص دي كانت كده كمان اسئلة من اللي ممكن تيجي على الدرس ده. طبعا اشكال الاسئلة بتاعتي ما خلصتش، انا هنا جبت لكم علل لما ياتي، وكمان جبنا ايه؟ جبنا المصطلح العلمي. هيجيني ماذا يحدث اذا، وده سؤال لا يخلو منه اي امتحان، لازم هيجي في اي امتحان. طيب ايه بقى إيه ماذا يحدث اذا؟ هيقول لي ايه ماذا يحدث اذا وضع جهاز يولد حراره بجوار او ملاصق لماده قابله للاشتعال. هقول السؤال تاني. طيب نكتبه افضل. ها نقول كده ماذا يحدث اذا وضع جهاز يولد حرارة ملاصق لمادة قابلة للاشتعال. طيب ايه اللي هيحصل؟ طبعا السؤال هنا ماذا يحدث اذا، ها عشان لو حد حابب يشوف السؤال او يكتبه معايا. وضع جهاز يولد حرارة طبعا هنا بالكهرباء ملاصق لمادة قابلة للاشتعال، هيحدث ايه؟ انا عايزة النتيجة النهائية بس. في ماذا يحدث اذا ما بنشرحش، انا عايزة نتيجة نهائية بس. هقول له ايه بقى؟ هقول له يؤدي الى حريق ناتج عن الكهرباء. تمام؟ ده كده الـ ايه الـ الـ السؤال بتاعي الاولاني. طيب سؤال كمان في ماذا يحدث اذا برضو، هيقول لي اذا مر تيار شديد، تيار كهربي شديد في جسم الانسان، ها
هيحصل ايه؟ صدمة كهربية. طيب اذا لامس احد اجزاء جسم الانسان سلك يمر به، طبعا سلك منزوع عنه المادة البلاستيكية او سلك عاري من المادة البلاستيكية، يمر به تيار شديد وجسم الانسان ملامس للارض، طبعا يؤدي الى حدوث صدمة كهربية. صدمة كهربية، تمام. يبقى الدرس بتاعنا درس كويس، نذاكره كويس قوي، ونجمع كل الاسئله اللي عليه من الامتحانات نحلها، والاحتياطات كمان المواجب مراعاتها، خلي بالك لانه بيسالني فيها بس بيحدد لي يقول لي اذكر احتياطين او ثلاثه من الاحتياطات الواجب مراعاتها عند التعامل مع الكهرباء. خلاص كده يبقى خلصنا الدرس الثاني وخلصنا الوحده الثانيه كلها، وكمان خلصنا وقت حلقتنا. لحد ما اشوفكم المره الجايه اقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.